احنا ما عرفناش هذه الحيثيات ديال هذه المساجد اللي تسدوا بالنسبه للساكنه هنا اللي عندهم هذا المسجد بالنسبه للناس الكبار بالنسبه ما يمكن لهمش انهم يمشيوا حتى للشهبه او يمشيوا لاماكن ثانيه. المسجد هذا مصلوح ومسجد كبير اللي تيهز كتوجه في واحد المنطقه اللي فيها تجار فيها السوق الاول والسوق الثاني، فحتى بالنسبه للناس الكبار في الاحياء هنا ما عندهمش فين يصليوا، بالنسبه للناس اللي تجار حتى هما ما عندهمش فين يصليوا، بالنسبه للمسجد الثاني اللي في بورمادا اللي اصغر من هذا حتى هو تسد بدعوى انه اصلاحات وحنا كنا تنصليو فيه ما فيهش اي ضرر انه مساجد مصلوحه، هذا مسجد مصلوح. الاخبار اللي تطرج بان انه غيكونوا اصلاحات وغيتحلوا مساجد، ولكن حنا الساكنه هنا مضروره، الناس اللي تجار ما يمكنش يسدوا المحلات ديالهم ويمشيو للمساجد الثانيه لانها بعاد. فالناس هنا مشاو للمندوبيه سالوا على انه المساجد، تعطونا وعود بانه المساجد غيتحلوا الناس غيصليو فيهم، ما كاين حتى شي حاجه من هذا الامر. حنا محرومين منهم، مصلوح ماضي ما فيه حتى شي حاجه، وحنا دابا ولينا تمشيو نصليو ولينا نصليو بحوانتنا ونصليو بكذا، محرومين منه. علاش اللي غادي يتسد؟ شنو السبب؟ وهذه مده هو مسدود، هذوك الناس دابا اللي كانوا مقبلين تيتخلصوا وبيت الله مسدود. كاين الا فيه شي حاجه المحسنين يصابوا، ماشي الدوله اللي غادي تصابوا ولا كان، حنا نصلحوا حنا نصلحوا، هادشي فيه شي حاجه بسيطه، هادشي اللي كاين، حنا نطلبوا هادو اللي واحد سادين وهذا الله يدير شي تاوي. هذا ديال السمع اللي كيتسمى بسمع مقرجه، جا في واحد الموقع ديال فوس الجار وكذا وداك الشيء، وتسد بدون سبب، يعني ما فيهش شي مضره اللي هي عاد المسجد عاد تصلح وعاد تفرش من جديد وعاد تسيبوا لي طواليت جداد والبيبان الامينيوم وكذا وهذا، وتدفع اجنه تسدوه. ملي مش والمواطنين تقريبا تجار الغيرين على راك عارف هما اللي صلحوه وكذا وداك الشيء، ماشي مده طويله باش تصلح، راه ما كانش شي عام وهو تسد. الناس راه داروا محاوله مشوا عند المندوب ديال وزاره الاوقاف، يعني السيد ما قال لهم انا ما داك الشيء ماشي سوقي ماشي شغلي بهذا اللفظ هذا، يعني داك الشيء انا ما كنسد ما كنحل، ما عطاهم حتى شي مبرر زعما علاش سمو. قلنا له ودي راه حنا الجماعه كنعرفوه كيدير وكنعرفوا المضره اللي فيه شنو هي، قال لك هذاك الشيء ماشي شغلي، الداخليه اللي كتسد هي اللي كتحل هي اللي كدا هذا بهذا المفهوم هذا، وهادشي هو اللي كاين. جوامع مسدودين في البلاد، ثلاثه جوامع مسدودين، وهذا ديال القيصريه ديال بورماده سيدي احمد الحجي مسدود، هادو ثلاثه جوامع مسدودين، تجمعوا الناس كلهم في هذا الجامع اللي ما جلس البساط تيصلي في الزنقه. يصلحوا الجوامع باش الناس باش ترتاح، باش الناس ترتاح عاوتاني والناس تصلي بخاطرها والناس، دابا الزحام بالجوامع دابا الزحام اشرتي تضر الاسلام، راه واقع هو الناس يصليو في الزنقه عاد دابا سالينا دابا الصلاه في الزنقه، الحصير والكرتونات الناس تيجيبوا داك المخمش ديال الطحين تيبرسلوا عند البقال ويصليو. الجامع سيدي يمشي هو مسدود، سيدي من هذا سيدي حمد حجي مسدود، علاش؟ ها بزاف هادشي بزاف غادي الجوامع تيتسدوا هكا، علاش؟ شنو بغينا نفهموا علاش؟ شنو السبب؟ شنو كاين؟ صافي هادشي اللي كاين تنطلبوا، والله يجازي هاد الناس اللي كانوا واقفين يحلوا لنا هاد بيوت الله، هادشي اللي تنطلبوا عند الله. رساله نوصلها لسيدنا لسيدنا ونوزر الاوقاف يوقف معنا في هاد القضيه هادي، هذا ما كانش نطلبوا منهم الله يهديهم، هاد الناس نطلبوا الله يهديهم، حنا مش تنهضروش بالجاهليه، تنهضروا بالاسلام وتنهضروا بالحق.